كل الاستبيانات تقول انه الرئيس الحالي ما عندوش حظوظ للربح في الانتخابات نتاع 6 اكتوبر مهما كان المنافس اللي قدامه، بين الاتحاد اللي كان مساند في عديد المحطات مسار 25 جويليا، هل نجم نعتبروه اعلان لبداية انهيار المنظومة؟ سيل البيانات اللي البارح واليوم كلها تأكد انه الوضع تعفن والمنظومة تترنح. العديد من المراقبين يتحدثوا عن انهيار مرتقب، شكون باش يتحمل المسؤوليه وتردي الاوضاع الحاليه وتعفن المناخ الانتخابي. كل هذا واكثر في حلقه اليوم من برنامج هيلا البلاد.